بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء العاشر لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتعرف مع بعضنا البعض عن تسعير الخدمات المصرفية، مفهومه وخصائصه وكيفية عملية التسعير وأهمية التسعير. ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع وواضح لدى الجميع. هل الصوت مسموع وواضح لدى الجميع يا أخوان؟ إذن لنبدأ على بركة الله. أخوان، تعرفنا في اللقاء الماضي عن البنك المركزي ووظائفه وأهميته بالنسبة للبنوك، وكذلك أركان أو ركائز العملة. في هذا اللقاء سنتعرف على عملية تسعير الخدمات المصرفية، حيث يعتبر قرار تسعير الخدمات المصرفية من أهم القرارات المؤثرة في ربحية البنك وفي قدرته على التكيف والبقاء في السوق. ولا بد أن يكون لدى كل بنك سياسة لعملية التسعير، حيث أن هنالك نوعان من الخدمات المقدمة من قبل البنوك. الأول منها يسمى بالخدمات الغير ائتمانية، الخدمات الغير ائتمانية. على سبيل المثال عمليات الإيداع والسحب من الحسابات الجارية، كذلك عمليات السيكات ومعاملاتها، أيضا إصدار واستقبال الحوالات يعني من وإلى البنك، الودائع بإجمالها، صناديق الأمانات، صناديق الأمانات التي تؤجر من قبل البنك لعملائها لاحتفاظ وثائقهم ومستنداتهم بهذه الصناديق. هذه تسمى بالخدمات الغير ائتمانية، خدمات غير ائتمانية. النوع الثاني من أنواع الخدمات هي الخدمات الائتمانية، ويندرج تحتها أربعة أنواع، ألا وهي القروض، يعني عندما تقدم قرض فهو منح ائتمان من قبل البنك، أيضا الجاري المدين، من يعرفنا بالجاري المدين؟ المقصود بالجاري المدين عرفنا تقريبا في أحد اللقاءات عندما تعرفنا على بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الفيزا والماستر كارد، كان تذكرون. فمن يعرف لنا ما هي الجاري المدين، ما المقصود بالجاري المدين يا أخوان؟ يا أخوان الجاري المدين، ما المقصود بالجاري المدين هنا؟ هي خدمة ائتمانية، فبالتالي بما أنها خدمة ائتمانية فحتما يقدم البنك مبلغ للعميل، مبلغ للعميل لفترة زمنية معينة يلزم العميل سداده. ما هو هذا المبلغ؟ هو المبلغ المستخدم من قبل العميل عبر صرافات بطاقة الائتمان، والتي تحدد عادة أو لدى كثير من البنوك بمدة تصل إلى 45 يوم، ويلزم العميل بسدادها، ويلزم العميل بسدادها قبل نهاية المدة اللي هو 45 يوم.
وتعتبر قرض بالنسبة للبنوك التقليدية، بينما قرض حسن بالنسبة للبنوك الإسلامية. واضح الآن المقصود بالجار المدين يا أخوان جميعا؟ طيب، أيضا من الخدمات الائتمانية كذلك الاعتمادات المستندية. الاعتمادات المستندية عرفنا في لقاء ماضي ما هي الاعتمادات المستندية. أيضا من الخدمات الائتمانية خطابات الضمان. خطابات الضمان في مثل هذه الخدمات الائتمانية وغير الائتمانية، قد يأتي لك سؤال أن أحد مثلا على سبيل المثال أحد الخدمات الغير الائتمانية ويعطيك 4 خيارات وأنت تقوم باختيار الإجابة الصحيحة، أن يعطيك واحدة منها غير ائتمانية والثلاثة المتبقية ائتمانية، فبالتالي يلزمك فهم ما هي الخدمات الغير ائتمانية. الخدمات الغير الائتمانية هي الخدمات التي لا يكون هنالك مبالغ بين البنك وبين العميل، وإنما خدمة يقدمها مقابل أجر معين يدفعه في وقته في حينه، مثل صناديق الأمانات، مثل إصدار البطاقات، الصراف الآلي، استقبال وإصدار الحوالات والشيكات ومعاملاتها والحسابات الجارية. بينما الخدمات الائتمانية هي التي يكون هنالك مبالغ مستحقة على العميل يلزم سدادها في أوقاتها، في أوقات محددة مسبقا، مثل القروض والجاري المدين والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. واضح يا أخوان الآن الفرق بين الخدمة الائتمانية والخدمة الغير ائتمانية والمقصود بكل منها. طيب، ما هي الخدمة؟ مجموعة من الأنشطة والعمليات ذات المضمون النفعي الذي يقدمه ذلك البنك. قد يكون هذه الخدمة ملموسة وقد لا تكون ملموسة، مثل غير ملموسة، مثل إذا طلبت قرض معين أو عملية مرابحة من قبل البنك، فإن الخدمة قد لا تكون ملموسة أي تلمسها بيدك، وإنما تكون في الحساب محولة من حساب إلى حساب آخر. طبعا لكي يكون لدى المصرف خدمات ذات طابع انتشاري قوي وجلب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، لابد من أن يكون لدى المصرف انتشار جغرافيا في فروعه، وأيضا خدمة مقدمة بشكل عاجل، لأنه كثير من الشركات قد تحتاج إلى سيولة نقدية كاش، فبالتالي تذهب إلى أحد البنوك أو أنها تتعامل مع ذلك البنك دون الآخر، وذلك لأن هذا البنك يوفر هذه السيولة بأسرع من البنك الآخر في عمليات الإجراءات الروتينية لدى البنك. أيضا الخدمات المصرفية عادة تعتمد على نظام التسويق المباشر من خلال
موظفي البنك من خلال موظفي البنك ومن خلال الإعلانات التي يقوم بها البنك. أيضا يجب على المصرف أن يكون لديه كما ذكرنا سابق التقدم بمجموعة واسعة من الخدمات وعدم حصرها على خدمة أو مجموعة من الخدمات. أيضا لابد من الموازنة بين النمو والمخاطر، بحيث نعود إلى ما ذكرناه في اللقاء الماضي، لابد أن يكون هنالك سقف ائتماني يجب على المصرف عدم تجاوز ذلك السقف بأي حال من الأحوال. لكون الخدمة المصرفية تستهلك أثناء إنتاجها، لأن الموظف المختص بعملية المفاوضة في عملية تقديم الخدمة لذلك العميل من عدمه، لابد أن يكون لديه سرعة اتخاذ القرار المباشر وذلك للاحتفاظ بذلك العميل، فبهذا يكون هنالك صعوبة بمكان الرقابة على هذه الجودة. كما ذكرنا في اللقاء الماضي فإن معظم خدمات المصرف معتمدة على الودائع المودعة لديه، فكلما كان حجم الودائع عالي كلما كان بإمكان ذلك المصرف إقراض هذه أو الإقراض حجم أكبر من المبالغ التي لديه، وذلك لجلب أكبر شريحة ممكنة من العملاء. واضح يا اخوان؟ طبعا لان الخدمة غير ملموسة فبالتالي تحتاج الى مسوقين ذو كفاءة عالية لتعريف ذلك العميل بهذه الخدمة، ولديهم ايضا الدراية والتدريب الكافي لتقديم هذه الخدمة وشرحها وأيضا الإجراءات التي سيتبعها المصرف إلى أن يتم عملية تحويل ذلك المبلغ إلى ذلك العميل. طبعا لكي يضمن البنك عملية التسعير أن تكون بالشكل المجدي له والمربح، لابد مسبقا أن يكون هنالك جهة مسؤولة عن عملية التسعير، خاصة في الأمور الروتينية أو ما تسمى بالاعتيادية لدى البنك فيما يتعلق بأحجام القروض أو أحجام معينة من القروض، كم سيكون عليها من الاحتسابات وكيفية عمليات السداد وما هي المعايير لمن هذا العميل دون ذاك لذلك الائتمان. أيضا التعرف على الإجراءات المتبعة لدى البنك من قبل موظفي البنك وذلك لعملية تسريع هذه الخدمة للاحتفاظ بذلك العميل، لكون ذلك العميل لم يأتي إلى ذلك البنك إلا لاحتياجه إلى سيولة نقدية توفر له في أقرب وقت ممكن.
لكل مصرف أو بنك هدف يسعى لتحقيقه من عملية التسعير، وعادة عملية التسعير ممكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تتمثل بالأهداف المرتبطة بالتعامل، ويندرج تحتها هدفين رئيسيين، الأول منها تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق المصرفي، وذلك من خلال طرح خدمات مصرفية متعددة ومتنوعة بمستوى عال من الجودة وبأسعار منخفضة، وذلك لاستقطاب أكبر حصة ممكنة من السوق وبأسرع وقت ممكن. ليس فقط تحقيق أكبر حصة سوقية، وإنما الهدف الفرعي الثاني هو المحافظة على هذه الحصة السوقية للمصرف في السوق. واضح؟ يعني أحيانا قد يكون لدى كثير من البنوك عملاء بحجم عالي، فلكي أحتفظ بأولئك العملاء لابد من رفع مستوى الخدمة لأولئك العملاء، وذلك للاحتفاظ بقدر الإمكان عليهم. طيب، المجموعة الثانية من الأهداف لعملية التسعير هي أهداف مرتبطة بالأرباح، ويندرج تحتها مجموعة من الأهداف الفرعية، الأول منها تعظيم الأرباح، حيث يعد الربح أحد الأهداف الأساسية لوجود المصرف نفسه، وهو ما يعني تحقيق معدلات معقولة من الأرباح للمساهمين. الهدف الثاني هو تعظيم العائد على الاستثمار، وقد يكون الهدف من عملية التسعير هو تحقيق نسبة العائد المطلوبة على أموال المستثمرين في المصرف. الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح يا إخوان الآن؟ طيب، عادة قرارات عملية التسعير تتأثر أيضا بمجموعة من العوامل، هنالك ما يسمى بعوامل داخلية مؤثرة على قرارات التسعير، وأخرى عوامل خارجية مؤثرة كذلك على قرارات التسعير. نبدأها أولا بالمجموعة الأولى أو المؤثرة بقرارات التسعير، العوامل الداخلية، ويندرج تحتها مجموعة من
العوامل الفرعية الأهداف الاستراتيجية للمصرف بشكل عام تؤثر بعملية التسعير للخدمة المقدمة. عامل التكلفة حيث يلعب التكاليف دورا رئيسيا في وضع الأساس الذي تعتمد عليه إدارة المصرف في تحديد سعر الخدمة. هنالك عدد من الأساليب للتسعير على أساس التكلفة، نوضح منها الأساليب المحاسبية في عملية التسعير، حيث أن هنالك نوعين، إما أن يكون على أساس الأساليب المستندة للتكلفة ويندرج تحتها على أساس التكلفة الكاملة، أو على أساس استيعاب هامش الربح، أو على أساس التكلفة الإضافية. والأسلوب المحاسبي الثاني في عملية التسعير ألا وهو الأساليب المستندة لتحليل التعامل مع العميل، مثل فرض رسوم موحدة على الودائع الجارية، فرض رسوم موحدة على خدمات المقاصة، وتحليل ربحية العميل. العامل الثالث من العوامل الداخلية المؤثرة في قرارات التسعير ألا وهي مخاطر الأعمال المصرفية. حيث تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، أو تذبذب العائد المتوقع على الاستثمار لدى البنك. العامل الرابع من العوامل الداخلية المؤثرة في عملية تسعير الخدمات المصرفية ألا وهو تنظيم عملية التسعير، بمعنى أن عملية التسعير وقرارات التسعير تتأثر بالأشخاص متخذي قرارات التسعير من حيث الخبرة والكفاءة والتخصص، فبالتالي لكي يكون الأمر دون حياد لطرف دون الآخر لابد أن يكون مقر من قبل لجنة تشكل من الإدارة العليا للمصرف لتحديد الأسعار أو لتحديد تسعير الخدمات المصرفية، كما ذكرنا خاصة الخدمات ذات الطابع التكراري المقدمة للعملاء. واضح؟ من جانب آخر هنالك عوامل خارجية مؤثرة في قرارات التسعير، مثل طبيعة السوق والمنافسة، حيث أنه لا بد على إدارة السوق تفهم طبيعة العلاقة بين سعر الخدمة المصرفية والطلب عليها. أيضا العامل الثاني من العوامل الخارجية ألا وهو مرونة الطلب السعرية، بحيث يكون السعر ذا مرونة بناء على المتغيرات الاقتصادية المحيطة.
العامل الثالث من العوامل الخارجية المسؤولية الاجتماعية، حيث أن سمعة المصرف يكون لها عامل مؤثر على ولاء العملاء لذلك المصرف. يعني أحيانا تكون في جلسة وتقول للمجموعة اللي جالسين معك أن البنك الفلاني معاملته سيئة أو أن البنك الفلاني معاملته جيدة، وهذا يعكس على عملية التسعير للخدمات المقدمة من قبل ذلك المصرف. العامل الرابع والأخير من العوامل الخارجية ألا وهي التشريعات والقوانين للدولة التي أو التي ينتمي إليها ذلك المصرف، وبناء على الأدوات السياسة المالية والنقدية المؤثرة بشكل غير مباشر على أسعار الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك. هذا كل ما يتعلق بعمليات تسعير الخدمات المصرفية وأهميتها بالنسبة للبنك وكيفية المحافظة عليها ومحاولة البقاء على أكبر حصة ممكنة للسوق والاحتفاظ بهذه الحصة بقدر الإمكان. واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا نتوقف هنا وذلك للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم، فمن لديه أي سؤال فليتفضل يا أخوان. أي سؤال؟ ما بها خدمات المقاصة أختند؟ ماذا عن خدمات المقاصة؟ نعم، احنا ذكرنا أربعة عوامل داخلية مؤثرة على تسعير الخدمات المصرفية، أربعة عوامل داخلية على تأثير تؤثر على الخدمات أو على تسعير الخدمة المصرفية. ذكرنا الأهداف الاستراتيجية للبنك بشكل عام، تكلفة الخدمة أيضا، مخاطر العمل المصرفي، وأيضا التنظيم العملية التسعيرية داخل البنك، ويدخل من ضمنها البيئة الداخلية للبنك. واضح؟ يدخل ضمنيا. نعم، في تكليف الآن سيكون بإذن الله. المقاصة احنا ذكرنا أنها صرف شيكات مسحوبة على بنك آخر، صرف شيك، يعني لديك أنت حساب في الإنما وقمت بتحرير شيك لي أنا وحسابي في الجزيرة على سبيل المثال، وذهبت إلى الجزيرة لإيداع ذلك الشيك في حسابي لديهم، فبالتالي هذا الشيك مسحوب على الإنما، قد يستغرق 3 أيام عمل لإيداعه في
حسابي لكون هذا الشيك سيذهب إلى غرفة المقاصة للبنك المركزي للتحقق من مدى وجود رصيد لديك في الحساب الإنما، ومن ثم يودع في الحساب. واضح؟ هذه المقاصة. أي سؤال آخر يا أخوان قبل أن نطرح الكويز؟ نذكر الجميع بوجود تكليف ذاتي ثاني سيفتح معكم غدا بمشيئة الله تعالى، فآمل من الجميع التأكد من الدخول على المنتدى، وذلك لحل التكليف في الوقت المحدد له. واضح يا اخوان؟ طيب الكوز الان امامكم هو عبارة عن ثلاثة اسئلة. آمن من الجميع الاجابة عليها في الوقت المحدد.
آمل من الجميع المشاركة لحل الكوز المطروح. الوقت المحدد للإجابة عن الكوز أمتى، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. السؤال الأول يقول: أحد الخدمات الغير ائتمانية التي تقدمها البنوك، هل هي جاري مدين، قروض، أو إصدار واستقبال الحوالات؟ ذكر هنا أنها خدمة غير ائتمانية. احنا ذكرنا أثناء الشرح أن الجاري المدين وضحنا ما هو، والقروض كذلك تعتبر من ضمن الخدمات الائتمانية، بينما إصدار واستقبال الحوالات يعتبر خدمة غير ائتمانية. فالإجابة الصحيحة هي إصدار واستقبال الحوالات. السؤال الثاني: من أهداف التسعير المصرفي المرتبطة بالأرباح، هل هي المحافظة على الحصة السوقية للمصرف، أم تعظيم العائد على الاستثمار، أم تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق المصرفي؟ بما أنها أرباح فبالتالي عائد استثمار، إذن الإجابة الصحيحة هي تعظيم العائد على الاستثمار. السؤال الثالث والأخير يقول: الاحتياطي القانوني مهمة لأنها تحدد للبنوك التجارية حجم القروض التي يستطيعون إقراضها بالنسبة للودائع. مدى صحة هذه العبارة؟ مدى صحة هذه العبارة؟ هل هذه العبارة أم خاطئة؟ هذه العبارة صحيحة، هذه العبارة صحيحة. لو قال بالنسبة لرأس المال تكون خاطئة، لو ذكر لك أنها بالنسبة للقروض تكون خاطئة، بينما بالنسبة للودائع هي الإجابة الصحيحة. وإليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة الثلاث. السؤال الثالث والأخير يقول: أن الاحتياطي القانوني مهمة لأنها تحدد للبنوك التجارية حجم القروض التي يستطيعون إقراضها بالنسبة للودائع التي يحتفظون بها. هذا السؤال الثالث من لقاء ماضي، من لقاء ماضي. مدى صحة هذه العبارة؟ مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة، هذه العبارة صحيحة، حيث أن القروض مرتبطة بالودائع، واضح؟ والاحتياطي القانوني، نسبة الاحتياطي القانوني تكون من حجم الودائع، من حجم الودائع لدى البنك. طيب، قبل أن نختم، أحد عنده أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام يا إخوان؟ أي سؤال؟ لأن القروض تؤخذ من الودائع، لكون القروض تؤخذ من الودائع في الأساس. نعم، من أهداف التسعير المصرفي المتعلقة بالأرباح تعظيم العائد على الاستثمار، صحيح.
أي سؤال آخر يا إخوان قبل أن نختم؟ أي سؤال؟ أحدكم يسأل يقول من وين أذاكر؟ ارجع لي اللقاء الأول وقم بالاستماع إليه، ستجد إجابة وافية كافية لهذا السؤال. طيب بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.